حد سمعك ومطمن ان ولاده يتربوا في الاهلي ومطمن ان ولاده ينضموا لعائله الاهلي، يعمل ايه؟ لا لسه الاول، لسه الاول، استنى الفرع الرابع التجمع يتقدم على طول لاداره، لا يعني يروح اشتراكات النادي بالظبط كده في الجزيره، في الجزيره يتقدم على طول، ان هو ولو هو في الشيخ زايد عايز يقدم في الشيخ زايد يعني الفرع بيستقبل العضو، الفرع يستقبل العضو لكن المركز الرئيسي، لكن بنعمل برضو تقليد حريصنا عليه لما جينا، اللي هي تقنين لجنه العضويه. فالمجلس كان قد قرر او مجلس لجنه العضويه برئاسه الاستاذ ابراهيم كفراوي، وانا معاها في لجنه العضويه، ودي بتبقى خليه نحل بقى لما بتخش النادي، لان عدد يعني الفتره دي اكاديميه الشيخ زايد عدد الراغبين في العضويه كبير جدا بطريقه جامده، فاحنا برضو في مقارنه، ما احنا جايبين لك عشان الالحاح اللي علينا يعني عمال تسال، فبنعمل لجان عضويه على انا والاستاذ ابراهيم على اساس ان اختيار العضو اللي هو برضو يلائم النادي الاهلي. طب انا عايز اقف هنا برضو عشان دي محتاجه شرح، يعني مش كل واحد هيقدم هيقبل بتدقيق في معايير تحافظ على عائلة الأهلي، إن لما يجيب لك عضو جديد يبقى معانا ويمشي في توبنا وموافق على نظامنا وموافق على هذا المجتمع، وبما يشبه التعهد إنه هيلتزم بكل ما يلتزم به أسرة النادي الأهلي بالظبط، وإحنا الحقيقة مقابلة شخصية، ودي بتبقى يعني ده أعتقد في فيشو تشبيه، وفي في شو تشبيه يعني الاطمئنان للحاله الجنائيه تبقى للاهلي، ده حرصا على سلامه كل الناس، الجو انه انك انت في النهايه تقعد في النادي وانت مطمن ان كل الناس اللي موجوده معاك بالظبط، هو يعني اتناول بس في حته عشان تم الاعلان عنها، هي الادوات الجماعيه يعني يعني حصل مؤخرا برضو ان احنا تلقينا رغبات كتيره جدا من مؤسسات طبعا بلا جدال في يعني ممكن يكون الامكانيات يعني ممكن يكون واحد لينا الشرف كعائله الاهلي يكون متواجد ما بيننا يعني، بس ممكن يكون امكانياته على تقسيط اكتر او الكلام ده، بيكون وزارات وهيئات مهمه وبنوك وخلافه او كده فقمنا بتيسيرات، احنا لا نملك طبقا للائحه، احنا مفيش استثناءات في النادي الاهلي على العضويه، ما تقدرش تخفض في قيمة العضوية نفسها إنما اللي ممكن نقره كمجلس إدارة اللي هو أسلوب التقسيط نفسه، فعملنا تسهيلات التقسيط فبالظبط بعض الجهات تلقينا منها رغبات مؤسسات وبنوك وشركات ووزارات وهيئات إن هو نسهل أكتر في طريقة التقسيط، وعملنا لهم فعلا إن هو خاصة إن هيبقى بضمان المؤسسة، أنت بتتعامل مع مؤسسة يعني هو مش ضمان يعني هو مش ضمان بمعنى ضمان حضرتك إن هو لا يعني هو العضو يقدر يجي من نفسه يقول أنا تابع مؤسسة كذا ولا لازم يجي بجواب من المؤسسة؟ أنا راجل بنك فباخد كلمة ضمان دايما لا مش بضمان بنكي، لا لا يعني ان المؤسسه ضمناه لو هو ما سددش هو ده مش موجود، لا المؤسسه انه بيجي بخطاب، انا عندي مثلا 30 عضو بنطلب منهم خطاب مجمع من اتش ار شو اللي عاملين نفسها بالمؤسسه بيعملوا بالمؤسسه، ودول بنطلب ان احنا نضمهم في العرض او حسب الاتفاق بيننا المؤسسه لو جالنا بجواب منهم يعني ما يثبت انه في المؤسسه. مواعيد العمل في اشتراكات النادي خلينا 25% للمؤسسات وبدل الاربع سنين خمس سنوات التقسيط اللي هو الباقي، وفي نفس الوقت هو الفايده بتاعت او المصاريف الاداريه يعني بتاعت الادويه القائمه 10% سنويا، في العروض المجمعه دي خليناها 8%. في ناس التسهيل في ناس بتتصل من بره مصر من اول ابريل، في ناس بتتصل من بره مصر مصر عايش في دبي او في السعوديه حضرتك العروض القائمه 31 مارس بس يعني اللي انا بتكلم عليه 31 مارس يعني العضويات المجمعه يعني يعني من 1 ابريل مش مفيش مؤسسه تقدر تعمل لا ده موجود لغايه 31 دي تسهيلات حتى 31 مارس حسب قرار المجلس.